من البيوتات المشهوره جدا وقتها اللي كان تزعموا بقى فكره الاحتفال بالمولد النبوي هو بيت الساده البكريه. الساده البكريه طبعا بينسبوا الى اصلهم الجد الى ابو بكر الصديق والسيده فاطمه الزهراء، يعني فهم من الاشراف. نعم. مزيج من الاشراف ومن نسب ابو بكر الصديق، فكان يقيموا في منطقه الازبكيه. فطبعا هم اللي كانوا بيتولوا القيام بالاحتفال وترسيم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكانوا أولياء العثمانيين هم اللي بيدوهم كمان فلوس عشان يقدروا ان هم يعني يستكملوا مظاهر البناء. ومن المفارقات ان لما الحمله الفرنسيه جت مصر 1798 الشيخ خليل البكري رفض الاحتفال بالمولد النبوي، لكن نابليون بونابرت وجد ان لو الاحتفال ما تمش السنه دي هيحصل عليه يعني ثوره من الشعب المصري، انه كان نابليون بيدعي في النهايه ان هو جاي المصريين يعني هو صديق ليهم ومحترم مصلح اجتماعي فمن هنا اقنع الشيخ خليل البكري ان هو يعني يستمر في اقامه سرادق المولد النبوي، واستمر حتى بعد خروج الحمله الفرنسيه. كان في اهتمام كبير جدا بفكره السرادق ده، ومحمد علي باشا في دوله محمد علي كان بيغدق طبعا الهدايا والصلاه على البيت الساده البكريه في فتره احتفال بالمولد النبوي. طبعا هنا مدينه الازبكيه او منطقه الازبكيه بالكامل كان بتضج بالموالد وحلقات الذكر، وكان بينشد الشعر فيها، وكان نهارا يعني بالنهار كان المصريين يجلسوا في الطرقات وفي الشارع، وكان يلقى عليهم قصص أبو زيد الهلالي والسيرة الهلالية كانت تلقى على المصريين هم قاعدين، وبالليل تبدأ حلقات الذكر، والكلام ده بيفضل يعني يوم كامل بمعنى كامل يعني. بالظبط. والكلام ده مش بيبدأ من يوم 12 ربيع الأول، كان بيبدأ من يوم 1 ربيع الأول، يعني أيام 12 يوم كان ده أيام المولد النبوي لحد ما يصلوا الى ما يسمى بالليله الكبيره بقى اللي هي ليله 12 ربيع الاول، هي دي بقى ليله مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بيضاعف فيها الاحتفال، والوالي العثماني كان بينزل ويدخل في خيمه الساده البكريه، وطبعا ده كان تشريف كبير جدا لبيت الساده البكريه اللي هم كانوا بيرعوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ده في عهد اسره محمد علي، واللي بتنتهي عند الملك فاروق اللي كان نقل الاحتفال من منطقة الأزبكية لمنطقة العباسية، منطقة معدة لاستقبال جماهير كبيرة جدا. وكمان الإضافة اللي كان بيعملها الملك فاروق في الاحتفال بالمولد النبوي اللي هو كان بيدعو سفراء الدول العربية والدول الإسلامية للاحتفال، وكان بيبدأ طبعا أيضا بقراءة القرآن الكريم، وبعدين قصة المولد النبوي الشريف كانت بتلقى على أسماع الحضور. ومن المواقف الطريفة أو المواقف الجميلة إن أول ما كان في قصة المولد النبوي، أول ما يذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة أمينة وضعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملك فاروق وقف، ومع وقوف الملك فاروق كل الحضور وقفوا. نعم. وأصبحت إنها عادة كل ما يقرأ قصة المولد النبوي وفي كل احتفال كان كل الحضور يقفوا احتراما لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. ده بالنسبة لي يعني أخذنا كده مصر من أول العصر الفاطمي حتى الملك فاروق. أسرة الملك فاروق. العصر الحديث إن صح التعبير ما بعد الملك فاروق، أعتقد أن الاحتفال بمولد النبوي على المستوى الرسمي أيضا والشعبي في حد معلوماتي لم يتوقف، يعني حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بيبقى في احتفال رسمي من الدولة المصرية، وزارة الأوقاف. نعم. بتعقد احتفالية في حضور سيادة الرئيس ووزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر. بالضبط. نعم نعم نعم. فلا يزال الاحتفال ولا زال الاحتفال في قلوب المصريين. نعم. ولا زال مظاهر الاحتفال يعني احنا لا زال حتى الآن نحتفل بحلاوة المولد وما إلى ذلك، يعني هي من الطقوس والشعائر أو نقدر نقول عليها الاحتفالات اللي توارثتها الأجيال، وده نابع من محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. دكتور آسف المقاطعة، لكن الحصان والعروسة بالتحديد هل لهم قصة معينة في موضوع المولد، ولا هي من ضمن الحلويات اللي حضرتك تفضلت وتحدثت عنها؟ هو طبعا ليه الحصان والعروسة هو طبعا ما يعني التفسير او يعني فكرة الحصان هو كان الحاجة المتاحة قدام المصريين، يعني هي الأداة دلوقتي، زي مثلا لو انت جبت لعبة لطفل صغير فتجيب له لعبة عربية، فهو دلوقتي دي أداة التنقل. وحتى الآن هو فكرة العروسة هي دي محببة للأطفال، يعني هو بيدوروا على الأشياء اللي تكون محببة للأطفال، فحتى الآن اللحظة دي احنا بنميل الى مثلا حد يجيب لحد هديه بتكون عربيه صغيره او عروسه. فهي هنا المصري او العصر يعني لغه العصر، هي فكره ان هو ايه المحبب للاطفال عشان نبدا، لان في الاخر هي كانت بتكون مكونه من حلويات، فكانت بتتاكل، يعني العروسه المولد او الحلاوه كان او الحصان كانوا بيتاكلوا.
على المستوى الحديث هل تم نقل بعض من هذه المظاهر للأقطار العربية الأخرى والدول الإسلامية الأخرى؟ هو كل قطر إسلامي ليه ثقافات معينة، ليه ثقافة معينة وليه خصيصة في احتفال بمولد النبوي الشريف، لكن في النهاية الكل بيتفق إن كان بيقرأ القرآن والمدائح النبوية والأكل. حتى في الأكل كل دولة عربية مثلا عندها أكلة معينة أو أكلة هي مشهورة بها، كانت الأكلة دي بتظهر في المواسم مثلا عيد الفطر، عيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف. وإحنا ننساش طبعا حتى كان الأندلس في احتفال كبير جدا بالمولد النبوي في بلاد الأندلس، واللي ظهر في مدينة سبتة أبو العباس العزفي، ده أسرة حكمت مدينة سبتة، وجدوا أن الأندلسيين هناك يعني فترة من الفترات بيميلوا إلى أو بيشتركوا مع الأسبان في احتفال بمولد سيدنا عيسى، فمن هنا قالوا طب ما احنا أولى بالاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الاحتفال دخل شوية متأخر في الأندلس في القرن الثامن الهجري، وكان برضو بياخد نفس المظاهر الاحتفالية، لكن ما كانش فيه طبعا القلعة، وإن ظروف الأندلس مختلفة تماما عن ظروف مصر، فكانت في الجوامع والمدارس الكبرى هناك. أشكرك دكتور محمد، شكرا لحياتي لحضرتك، تحياتي كل عام وحضرتك بخير.